بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم جميعا. ان شاء الله النهارده هنكمل التوبكس الخاصه بالام اي ام، بالموبايل ابلكيشن مانجمنت اللي تحت مايكروسوفت انتيون او مايكروسوفت اند بوينت مانجر. كنا المره اللي فاتت بنتكلم على ازاي تديبلوي وازاي تاد ابلكيشن لمايكروسوفت انتيون، ومن ثم تقدر تعمل له ديبلوي على الموبايل، سواء كان الموبايل انرولد في مايكروسوفت انتيون او نون انرولد في مايكروسوفت انتيون. النهارده لو جينا هنا في ابس هنلاقي في البوليسي، اول بوليسي عندي اسمها اب بروتكشن بوليسيز. انا خلاص عملت ديبلوي للاب المره اللي فاتت، النهارده هنتعلم ازاي ان احنا نبروتكت الاب دوت. فلو جينا هنا في الماتيريال بتاعت مايكروسوفت بنلاقي يونت كامله على بروتكت كومباني داتا باي يوزنج اب بروتكشن بوليسيز. لو نزلت تحت شويه هنا بيتكلم هنا ان انت تقدر تابلاي بوليسي للبروتكشن على الديفايسز الانرولد والنوت انرولد، وتقدر ان انت تستخدم البوليسز دي ايفن لو انت بتستخدم ام دي ام تاني غير مايكروسوفت انتيون. فلو جينا هنا في اول صوره بيكلمك على الابس without app protection policies، الوضع بيبقى عامل ازاي قبل ما بابلاي بروتكشن بوليسي. بيبقى عندك الموبايل بالشكل ده، عندك فايلز خاصه بالكوربريت وعندك فايلز خاصه بالبيرسونال، فايلز زي وورد واكسل واوتلوك وتيمز والحاجات بتاعه الاوفيس كلها، او ابلكيشنز تانية مش مايكروسوفت ينفع برضو ان انا اعمل لها بروتكت. فهنا انت عندك الكوربريت ديتا وعندك البيرسونال ديتا، عندك الديفايس ستورج تقدر ان انت تسيف الديتا بتاعت الشغل على البيرسونال ستورج بتاعت الجهاز، تقدر ان انت تعمل لها كوبي بيست في مكان تاني، تقدر ان انت تبعت الديتا دي لابلكيشنز تانية. فهنا لما هنابلاي الاب بروتكشن بوليسيز اللي هيحصل ان الموبايل بتاعك في حاله ان هو ام اي ام، في حاله ان هو موبايل ابلكيشن مانجمنت مش انرولد في مايكروسوفت انتيون، فهنا احنا بنبروتكت الداتا بتاعه الكوربريت، بنحط بوليسي بنقول ان انت ما ينفعش تعمل لها سيف على اللوكال ستورج في الموبايل عندك، بنقدر نقول ان انت ممكن ما تعملش كوبي وبيست للداتا دي لابلكيشنز ثانيه، ممكن نعمل حاجات كتير بالاب بروتكشن بوليسي. ده في حاله الام اي ام. في حاله الام دي ام لو انا بمانج الديفايس ككل، فانا بالتالي اقدر ان انا اديسيبل الديفايس ستورج نفسها، فبالتالي انا بكنترول الديفايس ككل، عندي الوورد والاكسل والباوربوينت هسمح بس ان هم يحصل لهم سيف مثلا على الوان درايف اللي هو بتاع الشغل، هديناي مثلا ان هم يعمل كوبي وبيست للديتا دي في مكان تاني. من خلال برضو البوليسي اقدر ان انا اقول ان اليوزر عشان يفتح الابس لازم يحط بين كود، مثلا لازم مثلا يستخدم باسورد عشان يفتح الاب، وهنشوفها برضو مع بعض. هنا برضو نفس الفكرة اللي بنتكلم فيها، ازاي protect data with app protection policies for devices without MDM. فانت عندك هنا الديفايس ده مش fully controlled، احنا بنستخدم بس ال MAM policies زي ما احنا ما شايفين، بنكنترول بس الديتا بتاعت الكوربريت او بتاعت الكومباني بتاعتنا. طيب تعالوا نشوفها. لو جيت هنا في مايكروسوفت انتيون رحت الابس تحت اب بروتكشن بوليسيز، هاجي هنا واقول له كرييت بوليسي، هيقول لي انت عايزها للاندرويد ولا للاي او اس ولا للويندوز انفورميشن بروتكشن، ايه الفرق؟ الفرق ان الاب بروتكشن بوليسي انت ينفع تعمل لها apply على applications موجودة في الايفون وفي الاندرويد، بس لو انت عندك device عليه ويندوز فانت بتستخدم حاجة تانية اسمها Windows Information Protection شبيهة للـ Azure Information Protection. واحنا ان شاء الله بعد ما هنخلص الكورس ده هنبدأ كورس الـ Azure Information Protection، فاحنا مش هنتكلم عليها دلوقتي، احنا هنتكلم ان احنا بنعمل App Protection Policy على اندرويد عشان نشوفها. فهنا هيقول لي اديني name للبوليسي وليكن مثلا App Protection Policy، احط له description، البلاتفورم انا اخترته خلاص اندرويد، بعد كده اقول له next. هنا في الابس بيقول لي ايه التارجت بوليسي او ايه التارجت ابس عندك، فتختار من هنا، ممكن تقول له كل الابس اللي على الموبايلز بتاعه اليوزرز اللي انا هحددهم هنا في الاساينمنتس، ممكن اقول له all microsoft apps، ممكن اقول له selected apps ادوس عليها واختار الابس من هنا. فخلينا نقول له مثلا all microsoft apps next. هنا بقى في الداتا بروتكشن بيقول لي انت عايز الباك اب اورجانيزيشن داتا تو اندرويد باك اب سيرفيسز،
عايزها مسموح ان انت تعمل باك اب عند اندرويد او عند جوجل، ممكن اقول له allow او بلوك، ممكن اقول له بلوك هنا. send organization data to other apps، ممكن تقول له لو انا فتح الاوتلوك بتاع الشغل وفي داتا جوه الاوتلوك، هل ينفع ان انا اعمل لها send لابلكيشنز تانية؟ ممكن اقول له ابعت لكل الابس، ممكن اقول له لا، ممكن اقول له ابعت بس للبوليسي مانجد ابس اللي انا بس هحددها لك، ادوس عليها كده واقول له select الابس اللي مسموح يتبعت ليها داتا. هنا save copies of organization data تسيف على اللوكال ستورج بتاع الموبايل، اه ولا لا؟ هنا بتبروديكت الداتا بتاعت الشغل زي ما انت ما عايز. allow users to save copies to selected services، ممكن من هنا allow تحط الداتا بتاعتك على شير بوينت، على لوكال ستورج، على فول لايبرري، whatever one drive for business، ممكن اعلم عليها ان هو يقدر يسيف اونلي بس على الوان درايف فور بزنس، ما يقدرش يسيف على لوكال ستورج وهكذا. لو نزلت تحت شويه بيقول لك تقدر ان انت تريسيف داتا فروم اذر ابس، اختار لي من هنا الابس اللي انت عايز تريسيف منها داتا. restrict cut and copy and paste between other apps، انت ممكن تمنع ان هو ياخد الكوبي بيست، ممكن تمنع ان هو ياخد كات. فمن هنا بتحدد هي بلوكد ولا لابس معينه ولا لكل الابس، بتختار من هنا. لو نزلت تحت شويه بتلاقي هنا encrypt organization data، هل هي required ولا لا؟ ممكن ان هو يعمل لك encrypt للداتا بتاعت الشغل، ممكن encrypt organization data on enrolled devices، فالاولانيه دي in general في non enrolled devices ودي لل enrolled devices وهكذا. بتبروتكت الداتا بتاعت الشغل زي ما انت ما عايز. لو قلت له هنا next في الاكسس ريكويرمنتس، ممكن هنا تقول له ايه؟ عشان اليوزر يقدر يفتح الاوتلوك على الموبايل لازم يدخل بين كود زي باسورد، فهنا بتقول له بين فور اكسس ريكوير ولا لا؟ ممكن اقول له اه ريكوير. طب انت عايزه ارقام بس ولا عايزه باس كود؟ سمبل بين الاو ولا بلوك؟ سمبل بين يعني مثلا اربع ارقام ولا 10 ولا 6 ولا وات ايفر. سيلكت المينيمم بين لينث، ممكن تحددها له من هنا. بايومتريك انستيد اوف بين فور اكسس، يعني ممكن عشان تفتح الاوتلوك اللي موجود على الموبايل عندك فيطلب منك ان انت تحط مثلا البصمه بتاعت صباعك للموبايل عشان يفتح لك الاوتلوك او التيمز او وات ايفر الاب اللي انت عايزه، فممكن تقول له هنا allow ان انا استخدم البايومتريك بدل ما ادخل لك البين كود. اوفررايد بايومتريك ويز بين افتر تايم اوت، لو مش عارف البين ممكن ان انا بصباعي اديله البصمه فيفتح. كل الحاجات دي نقدر ان احنا نعملها. تايم اوت minutes of inactivity، يعني بعد 30 دقيقة يحصل لوك للابليكيشن أو يخرج يعني وهكذا. كل الحاجات دي بنختارها من هنا ونظبط الحاجات اللي احنا عايزينها من هنا. بعد كده تقول له next. في حاجة هنا اسمها conditional launch. يعني ايه conditional launch؟ يعني انت لما هتيجي تأكسس الاب اللي موجود على الديفايس، لو الماكسيمم pin attempt مثلا 5، لو انت بتحاول تفتح الاوتلوك وبتدخله البين كود عشان تفتح الاب وحاولت 5 مرات، ايه الاكشن اللي يحصل؟ فهنا اكشن ان انت تريسيت البين او ان انت توايب الداتا. في عندك حاجه اسمها اوفلاين جريس بيريود، يعني لو انت بقالك 720 دقيقه مش بتستخدم الاب، فممكن ان انا اختار بلوك اكسس، ممكن ان انا اختار يوايب الداتا. هنا في حاله ان الموبايل اتسرق مثلا وبقالنا فتره كبيره مش بنستخدم الاب، فهنا بتقول له يعني في حاله ان اليوزر ما فتحش الابس لمده معينه، هنا مثلا بتقول له ايه اوفلاين جريس بيريود 90 يوم. بعد 90 يوم لو اليوزر ما بيستخدمش الابس لمده 90 يوم ممكن توايب الداتا، ممكن انت تبلوك اكسس للاب وهكذا. فمن هنا بتحط له ممكن سيلكت وان كمان، ممكن تقول له المينيمم اب فيرجن، لو هو قد كده الاكشن اللي انت تاخده اعمل بلوك، اعمل ويب للداتا وهكذا. فبتحط هنا كونديشن للاب وبتحط الاكشن ايه اللي يحصل لو الكونديشن ده موجود. لو نزلت تحت بتلاقي حاجه اسمها ديفايس كونديشنز. الديفايس كونديشنز دي خاصه بالديفايس ذات نفسه. اي نعم انت مش انرولد عندنا في انتيون، اي نعم انت بتستخدم الابس على بيرسونال موبايل، بس احنا من حقنا ان لو الموبايل بتاعك اللي عليه الابس بتاعتنا عليه الداتا بتاعت الشغل جيل بروكن او روتد ديفايسز، زي ما شرحناها في فيديو قبل كده ان الديفايس ده الايفون مثلا ملعوب في الروت بتاعه او الفايلز بتاعت السيستم ملعوب فيها، فهو بالتالي جيل بروكن او روتد ديفايسز. لو ده موجود الاكشن اللي تاخده ان انت تبلوك اكسس او ان انت تويب الداتا.
فمن هنا بتختار ايه الكونديشن، مثلا ديفايس مانيفاكتشرر، مصنع معين، او الماكسيمم او اس فيرجن كذا او المينيمم كذا. لو في كونديشن من الحاجات دي الاكشن اعمل بلوك، اعمل وايب للديتا وهكذا. نيكست. هنا برضو سكوب تاج زي ما احنا عارفين في كل البوليسز اللي بنعملها، ممكن تحدد سكوب تاج انت عامل له كرييت قبل كده، وليكن مثلا سايت او برانش او ديبارتمنت، بعد كده تقول له نيكست. هنا بتختار الجروب اللي انت هتطبق عليه الاب بوليسز دي، فهتيجي هنا من اد جروب وتقول له انا عايز اد مثلا الجروب اللي اسمه تيست مثلا. بتختار الجروب بتاع اليوزرز اللي انت محتاج تطبق عليهم. ممكن تاكسكلود جروبس من هنا، فتقول له ايه مثلا انا عايز اطبق على الجروب اللي فيه كل الناس بتاعت الشركه، بس اكسكلود الجروب مثلا بتاع الاتش ار او الجروب بتاع كايرو او بتاع لندن وهكذا. بعد كده بتقول له نيكست كرييت. انا كده عملت اب بروتكشن بوليسي عشان اكنترول بيها الابس اللي موجوده على البيرسونال ديفايسز او اللي موجوده على انرولد ديفايسز. بعد ما بعمل البوليسي هنا اقدر ان انا اعمل كونديشنال اكسس بوليسي، اقول فيها لو اليوزر جاي من جروب معين او جاي من سايت معين او جاي من ابلكيشن معين وبيحاول ان هو ياكسس سيرفيس معينه، ايه الاكشن اللي اخده؟ ممكن اقول له ادي له جراند، يعني اسمح له ان هو يفتح الاب ده، بس ريكواير الاب بروتكشن بوليسي. بنعملها ازاي؟ لو جيت هنا في ديفايسز رحت للكونديشنال اكسس بوليسي conditional access، من هنا لو قلت له انا عايز اكرييت نيو بوليسي، ممكن من هنا اقول له مثلا بوليسي اسمها تيست، مين اليوزرز اللي طبق عليهم البوليسي بتاعت الكونديشنال اكسس، اقول له مثلا كل اليوزرز او يوزرز من جروب معينه، فاقول له هنا مثلا يوزرز اند جروبس واختار الناس مثلا بتاعت لندن، اجي من هنا واقول له ايه لندن سايت، ايش لندن اهي لندن سايت سيلكت كلاود ابس اور اكشنز. من هنا تختار الناس دي لما تحاول تاكسس اني اب، فمن هنا تقول له مثلا الاوفيس 365 ابس او الاكستشينج اونلاين، ممكن تقول له كلاود ابس اول كلاود ابس او سيلكتد كلاود ابس، فمن هنا تقول له ايه سيلكت، تيجي تقول له مثلا exchange online، وممكن نجيب Office 365 apps select. طيب فلو يوزر من الجروب الفلانية بيحاول يأكسس app من الابس اللي انا اخترتها هنا، الكونديشن لو جايين من location معين او من client app معين او في sign in risk هنتكلم عليها في كورس تاني عن security، او ديفايس بلاتفورم معين وليكن مثلا جايين من اني لوكيشن، ايه الاكشن اللي انا اخده؟ ان انا اقول له جراند، يعني خلي الناس دي يسمح لها ان هي تفتح الاب، ولكن ممكن اقول له هنا ريكواير اب بروتكشن بوليسي، يعني لازم يكون في بوليسي للاب بروتكشن موجوده يحصل لها ابلاي على الناس ديت عشان يأكسس. select خليها on create. هنا قصده ان انت تيجي هنا في conditions وتختار ان الكونديشن الديفايس بلاتفورم يكون عندك هنا اندرويد او اي او اس، خلينا نقول له اندرويد done save. تمام، فهنا انا عملت بوليسي للكونديشنال اكسس، لما اليوزر هيحاول ياكسس الاب يتطبق عليه الاب بروتكشن بوليسي. لو جينا نجرب الحاجات دي على الموبايل عندي، خلينا نروح للموبايل بتاعي. فده الموبايل بتاعي، وزي ما احنا ما شايفين انا هنا مش عامل create للwork profile، انا مش عامل enroll للديفايس ده في مايكروسوفت انتيون، ده personal device. نزلت الاوتلوك ونزلت التيمز من البلاي ستور، لان انا في حاله الام اي ام انا
انا بانستول الابس من الجوجل بلاي ستور العاديه خالص، وبعد ما طبقت البوليسي على الديفايس ده او على اليوزر اللي بيستخدم الديفايس ده، لو جه يفتح الاوتلوك دلوقتي لو دوسنا عليه هنا ظاهر على الموبايل عندي managed by your organization، ومحتاج مني ان انا ادي له البيومتريك يعني بصمه الصباع بتاعتي. لو قلت له كانسل، لو واخدين بالكم دلوقتي بيقول لي طب اديني البين كود. في الاول قال لي ده اديني بصمه الصباع لان انا مختار ان انا اليوزر يقدر ان هو يفيريفاي بالبيومتريك او بالبين كود. لو اديته البين كود هيفتح معايا الاب دلوقتي. نفس الكلام على الاب بتاع تيمز، لو دوست عليه كده فنفس الكلام دلوقتي على الشاشه بيقول لي ان الابلكيشن ده مانجد باي يور اورجانيزيشن واديني البيومتريك بصمه الصباع. لو قلت له كانسل عشان ادخل البين كود، فهنا هيقول لي دخل البين كود عشان افتح لك الابلكيشن ده. فانا قدرت ان انا ابروتكت الداتا بتاعت الشركه، قدرت اقول ان اللي يفتح الاب بتاع الشركه ويستخدم الداتا بتاعت الشركه الشخص اللي معاه البين كود او اللي معاه بصمه الصباع، وفي نفس الوقت منعت الكوبي والبيست والكات على الابس بتاعت الشركه، منعت ان هو يسيف الداتا بتاعته على اللوكال ستورج بتاعت الموبايل.